تانية ثانوي زيكم. خلصنا شابتر 1 واتكلمنا عن النيوتريشن، اوتوتروفيك اند هيتروتروفيك نيوتريشن. عايزة اتكلم دلوقتي عن الترانسبورت. هناخد الاول الترانسبورت في البلانت، بعدين ناخد الترانسبورت في الهيومن زي ما خدناها الدايجيشن في الشابتر اللي فات. الترانسبورت في البلانت طبعا هنقسم النباتات للور بلانت او بريميتيف بلانت وهاير بلانت. اللور بلانت لايك الجي، الجي ده اللي هي الطحالب، الطحالب اللي بتعيش في الميه دي بيحصل ترانسبورت للجازز لايك اوكسجين وكربون دايوكسيد باي تو بروسيسز اللي هي الديفيوجن واكتيف ترانسبورت في حاله انها يبقى فيها شورتج. اما السولت او المينرال والووتر بيبقى عندي سبيشاليزد سيستم ده في الهاير بلانت، انما اللور بلانت كله الجاز والمينرال والووتر بيبقى باي ديفيوجن اور اكتيف ترانسبورت. اما الهاير بلانت بقى هيبقى عندي سبيشال سيستم، سبيشال سيستم فور ترانسبورتنج ووتر اند سولت. اما بالنسبه للاكسجين هيبقى هو والكربون دايوكسيد داخلين وخارجين بالديفيوجن من خلال الاستوماتا. تمام، زي ما اخذنا ان انا عندي الروت والليف كانوا بيساعدوني في عمليه الفوتوسينسز والابسوربشن اوف ووتر. الروت بيعمل ابسوربشن للووتر والسولت وبعدين تبتدي تطلع من خلال الاستام عشان توصل للليف وتعمل الفوتوسينسز. كنسلنا الجزء بتاع الستيم، لان الستيم بقى ده كده الرسمه اللي قدامي دي هيبقى كاني باخد التي اس او ترانسفيرس سيكشن، تي اس دي يعني ترانسفيرس سيكشن ان دايكوت ستيم. دايكوت يعني احنا عندنا النباتات دايكوتليدن ومونوكوتليدن. دايكوت اللي هي عندها تو بارتس لايك البين. تمام، فالستيم لو اخدت فيه تي اس، لان الستيم ده فيه عندي تو فاسكولار سيستم، واحد مسؤول عن نقل الووتر والسولتس ابورد وواحد مسؤول عن نقل الاكل اللي هو الفلويد. طب تعالوا ناخد تي اس في الستيم. الستيم بيتكون من ايه؟ طبقه خارجيه اسمها الايبيدرمس وبعدين كورتكس وبعدين في النص كده شايفين السهم ده كده حاجه اسمها بيس. امال ايه الحاجات اللي في الجنب دي كده، الحاجات اللي لونها دارك شيب دي، دي اسمها فاسكولار سيلندر. الدايره اللي في النص دي اسمها فاسكولار سيلندر. طب تعالوا هناخد حته كده جزء كده ونعمل له ماجنيفيكيشن اللي هو الرسمه دي. الرسمه دي ناخد بالنا منها لان ممكن يجي عليها ليبلز واسئله. لو جيت اخدت الايبيدرمس اللي هي الطبقه اللي فوق خالص دي اسمها ايبيدرمس، دي بتبقى كفرد ويز الاير اوف كيوتين. كيوتين دي ميد اوف كيوتيكل، كيوتين ميد اوف كيوتيكل، والكيوتيكل دي ماده امبرميبل، وطبعا دي تو بريفنت انفيجن اوف بيتس وتو بروتكت ستيم. هاجي بعد كده طبقه الكورتكس. الكورتكس تشمل الثلاث حاجات دول، التو روز دول اوف الاير كولد كولينكايما. كولينكايما دي عباره عن سيل اللي هي بارينكايما لكن الكورنر بتاعتها سبورتد باي سليلوز. اللي بعدها سيفرال روز اوف بارينكايما. بارينكايما ما فيهاش الكورنر بقى فاضيه لكن بيبقى فيها انتر موليكولار سبيسز او انتر سيلولار سبيسز، في مسافات. المسافات دي هيلب ان ايريشن. اللي فوق دي الكولينكايما سبورت والبارينكايما هيلب ان ايريشن، والاثنين هيلب او شير ان فوتوسينسيس بروسيس. الانر رو اوف كورتكس فورمد اوف ستارشيز ده عبارة عن بارينكايما سيلز لكن ستور ستارش جرانيولز. تمام، بعد كده الفاسكولار سيلندر. فاسكولار سيلندر قلنا السيركل دي كلها عبارة عن ايه، حاجات كده جنب بعضها، اللي جنب بعضها دول الشكل ده، الشكل ده كده اسمه فاسكولار باندل. كلها على بعض الدايرة كلها سيلندر، الواحدة منها فاسكولار باندل. طيب الفاسكولار باندل of vascular cylinder surrounded by pericycle. شايفين كلمة pericycle؟ pericycle دي عبارة عن alternative layers أو alternative parts of دي اللي احنا شايفينها قدامنا fiber أو sclerenchyma. اللي بعدها parenchyma، sclerenchyma parenchyma، واحدة فيهم hard واحدة منهم soft، ده بيخلي الستيم hard and soft at the same time. تمام، بعد كده الفاسكولار باندل. الباندل بقى الباندل الواحده بتتكون من ثلاث حاجات، اوتر فلويم، شايفين كلمه فلويم، والانر زايلم. الفلويم بيتكون من ثلاث انواع من السيلز، سيف تيوب كومبانيون سيل اند فلويم بارينكايما. الزايلم بيتكون برضو من زايلم فيسل، وفي عندي تراكيد، زايلم فيسل وتراكيد. In between ما بين الفلويم وما بين الزايلم عندي several rows صفوف كده من active meristematic cells. ال active meristematic cells دي اسمها cambium، دي مهمة قوي، دي موجودة في middle of vascular bundle
فايدتها هي اكتف ليه؟ علشان هي ديفايد تو جيف اكسترنال فلويم او اوتر فلويم اند انر زايلم. كل ما النبات بيكبر كل ما بيحصل له سيكنينج، فبيزيد الفلويم والزايلم اكوردنج تو ذا اكتيفيتي اوف كامبيوم سيلز. اوكي، بعد ما البندل دي خلصت بلاقي حته في النص كبيره اوكيوبايز لارج بارت اوف ذا ستيم اسمها بيس. بيس دي اللي هي سيفرال روز اوف بارينكايما سيلز. تمام، بين كل بندل والبندل الثانيه بلاقي زي في رايز كده جروب اوف سيلز ارينجد لونجيتودينالي جوين بتوين كورتكس اند بيس. بتوصل ما بين الكورتكس والبيس السيلز دي الطويله دي اسمها ميدالاري راي. يبقى ميدالاري راي زي ار سيفرال روز اكستند لونجيتودينالي جوين بتوين كورتكس اند بيس. كده احنا خدنا الشكل بتاع البلانت ستيم. اوكي، شكرا يا اولاد، وكفايه هعمل لكم فيديو تاني عشان نشرح الميكانيزم اوف ابسوربشن اوف ووتر اند سولز. ثانك يو.